بدايتنا النهاردة مع واحد اسمه يحيى نور الدين، واللي بيكون ملاكم قوي بس بيلعب في المناطق الشعبية underground يعني، فمستودع كده في العمرانية، واللعب بيكون على مراهنات. وفي يوم في 2014 كان بيلعب قصاد واحد اسمه سند، ورغم انهم خصوم لكن بيكون عندهم روح رياضية وما بيكونش عندهم اي كره لبعض يعني، وبيكونوا الاتنين اقوية. وفي يوم بيبدأ ماتش بينهم وبيقدر يحيى ان هو يكسبه وسط تشجيع الناس، واللي اغلبهم بيكونوا مراهنين على فوز واحد منهم. وبعد الماتش ما بيخلص بيقعدوا مع مدير المستودع عشان يتحاسبوا، وحتى الخسران بيكون بياخد فلوس. ولما سند بياخد فلوسه بيقول لي يحيى، واللي بيكون اسم الشهرة بتاعه شجيع، ان هو يقابله تاني في يوم من الايام لما يخف، لكن لما بيجي يقوم يمشي كده بيقع على الارض وبيغمى عليه، وهنا كله بيتخض عليه وبيجروا عشان يحاولوا ينقذوه. بنعرف ان يحيى اساسا دكتور وخريج كليه الطب، رغم ان هو مش باين عليه لكنه حاول يعمله سي بي ار على صدره. وبنروح للحاضر ويحيى بيكون قاعد في شغله في المستشفى ومهموم، وبيفتكر سند مع كل حاله بيتعملها سي بي ار في المستشفى. وبعدين تليفونه بيرن، وبتكون طليقته نهى، واللي المفروض يقابلها عشان يتكلموا يعني بخصوص بنتهم فريده. فبيستأذن كده وبيمشي من المستشفى، وبيكون مديون لواحد من زمايله بفلوس، واللي بيكون يعني عايش في دوامة من الديون. وبسبب كتر التفكير بيخرج كده وبينسى تليفونه والفلوس وصاحبه اللي بيلحقه عشان يدهم له قبل ما يمشي. وبعدين بيروح بعربيته كده اللي بتكون حالتها وحشة جدا، لحد ما بيقابل نهى وبنته، وبتكون راكبة العربية لكن ما بتنزلش تسلم عليه حتى، لحد ما نهى خبطت على العربية عشان تخرج له. وبعد كده بيطلعوا شقته، واللي بتكون مش لايقة انها تكون شقة دكتور، خصوصا نهى يعني، لانها مش عارفة ازاي بنته ممكن تعيش مع ابوها في الحالة اللي هو فيها دي، لدرجة انها قالت لفريدة انها تنزل تستناها في العربية. ولما حاول يحيى يديها فلوس رفضت وسابته ومشيت. وبعدها بدأت تلف نهى في الشقة، وشافته ساب البراويز على الحيطة لكن الشهادات بتاعته مش موجودة فيها، وقالت له انها لازم تفكر تاني انها تديله بنته، لكنه قال لها انهم كانوا متفقين. فعرضت عليه فلوس يعني لكنه رفض، وقالت له انها علشان بنتها يعني مش علشانه خالص. فقال لها ان هو هيعرف يصرف على بنته، فقالت له مش هتعرف تصرف عليها غير بالسلف. وبعدين سابته ومشيت. وبعد كده بيروح لصاحب العيادة اللي كان مأجرها منه، وقال له ان بنته محتاجاها لانها هتفتح عيادة فيها. وبدأ يحيى يلم حاجته، وصاحب العيادة سأله عن التحليل، لكن يحيى قالوا نتيجته يعني لسه ما ظهرتش. ولما كان بياخد اليافطه اللي مكتوب عليها اسمه في العربيه ما كانش عارف لحد ما ظهر واحد وساعده. ولما يحيى شكر وقال له انه كان جاي له مخصوص ان هو محتاجه في شغل جديد، وقال له ان هو كان بيتفرج عليه لما كان بيلعب في المستودع زمان ايام العمرانيه، وكان اسمه شجيع. لكن اول ما يحيى سمع الاسم ده قال له انا ما اعرفش حد بالاسم ده، وراح ركب العربيه. لكن الراجل ده راح وركب جنبه وقال له انا لما شفتك زمان بتلعب في المنطقة الشعبية عرفت انك بتلعب لانك بتحب اللعبة، وعاوزه يرجع يلعب تاني في بطولة رسمية ولا تكون هنا في مصر. لكن يحيى قال له انه مش عاوز يلعب، خصوصا ان هو سنه كبر، فقعد يحكي له ان لاعبين كتير عظماء بيلعبوا في اكبر بطولات العالم وسنهم اكبر منه، وقال له ان الجايزة هتكون نص مليون دولار وهو يتكفل بكل المصاريف، ولما يكسب يعني هياخد 150,000 دولار، وانهم مبلغ مش وحش ويقدروا يساعدوه على العيشه في مصر، ده غير الشهره. وبعدها ساب له رقمه وقال له فكر كويس ورد عليا. وفضل يحيى سايق كده عمال يفكر لحد ما وصل لحلبه شعبيه، وطلب ان هو عاوز يلعب ماتش. لكن لما دخل الحلبه حس كانه اول مره يلعب اللعبه، لدرجة ان الشاب الصغير اللي قصاده ده قدر يغلبه بكل سهولة. فخرج يحيى من المكان وركب عربيته وراح يقابل بنت اسمها عليا، كان عارفها يعني من زمان، ولما قابلته خدته عندها البيت وفضلت تسأله عن الغياب الطويل ده، وانها كانت مفكرة انها يعني مش هتشوفه تاني. فحكى لها عن مشاكله مع مراته وسألته اذا كان يعني شايف انها ندمانة ولا لا يعني بحكم الحب والعشرة اللي ما بينهم. فقال لها ان هو يعني الاختلاف اللي بينهم وبين بعض انها بتبقى عارفه كويس هي عاوزه ايه، انما انا دايما تايه ومش عارف عاوز ايه بالظبط. واداها رقمه عشان لو احتاجت اي حاجه وهو يعني يكونوا على تواصل مع بعض وما يقدرش يغيب تاني يعني. وبعد كده بنروح للراجل بتاع المراهنات اللي بيكون يعني رايح المطار عشان يجيب اهله، وهم راجعين من الحج وقعدوا يحكوا له قد ايه هم دعوا له هناك، وكمان جابوا له هدايا. اما عليا فبترجع البيت وبتقعد مع زميلها شويه، وبعد كده بتدخل اوضتها وتفتح التيك توك وبتعمل فيديوهات كده تغري بيها الرجالة عشان يبعتوا لها كوين، لحد ما فجأة بتدخل عليها بنت اسمها جنى. فبتخاف بسرعة وبتقفل الكاميرا، وزمايلها بيلوموها انها ما قفلتش الباب من جوه يعني عليها،
وبعد كده بيروح يحيى الأوتيل اسمه بالاس، وبيسأل عن واحد اسمه تامبي اللي كان بيدربه زمان، اللي أول ما بيدخله كده بيحضنه وبيتريق عليه وبيقول له أنت لسه ما بتعرفش تحمي وشك، وقال له أنت من إمتى بتلعب من ورايا؟ فقال له إنه من امبارح، بس كانت تجربة كده بيجرب نفسه فيها. وبعد كده نزلوا قعدوا على القهوة عشان يتكلموا، وحكى له يحيى عن الراجل بتاع المراهنات، فقال له إنه ما ينفعش لأنك خدت فرصتك وخلصت ودلوقتي أنت كبرت، لكن قال له إنها فيها فلوس كويسة، فقال له ده لو قدرت أصلا إن أنت تكسب البطولة. وفي الآخر قال له أنت نسيت إحنا بطلنا ليه؟ فقال له ما نسيتش، واليوم ده أنا دفعته من عمري ومن ساعتها، لكن مش عاوز أضيع الباقي. وبعد كده بيروح لشقة أبوه عشان يحتفلوا مع بعض يعني بعيد ميلاده، وبيكون أبوه كان دكتور برضه لكنه كبر وبقى مصاب بالزهايمر، لدرجة يعني إن هو لسه مفكر إن مراته ناهد لسه عايشة، لكن يحيى بيحاول يقنعه إنها ماتت من 4 سنين. وما بياكلوا التورتة بيقول له يحيى أنا ورثت منك كل حاجة مش عاوزها، وهي المهنة والهم وحتى المرض، لكن أبوه بيسيبه وبيقوم وبيفضل يغني مع الأغاني القديمة اللي شغالة. وبعدها بنروح لشبكة اللي بيكون بيحكي يعني قصة حبه لشجيع من زمان، وإن هو كان واثق في قدراته ودايما كان بيراهن عليه وبيخلي يعني كل زمايله يراهنوا عليه، وكان بيكسب والفلوس بتجري في إيده، ومع كتر الناس بدأ يكون شبكة مراهنين كبيرة، ومن هنا هو بقى اسمه شبكة، اسم على مسمى. وبعد كده بيروح شبكة لتامبي وقال له قصة رجوع الشجيع للعب تاني في البطولة الجديدة، لكن ما كانش تامبي مهتم بيه وعمال يقل بيه يعني، لكن كان شبكة مصر وعمال يحاول يقنعه، ولما شبكة زهق كده قال له أنا جيت لحد عندك وكده أنا عداني العيب وهروح أقنع الشجيع يعني من غيرك، لكن بدأ تامبي يحكي له قصة قديمة حصلت سنة 2001 لما كان شجيع عنده ماتش نهائي وما كانش هيروح بسبب أني كنت تعبان ومش قادر أروح معاه، وفي اللحظة دي وصل شجيع وقال له حصل يا كوتش وأكيد مش هروح أي بطولة من غيرك. وبعد كده راح شبكة قعد في العربية وفضلوا يتكلموا هما الاتنين لحد ما وافقوا واتفقوا هيتقابلوا بكرة الصبح. أما عليا فكانت عمالة تحاول تكلم يحيى على التليفون وعلى الواتساب وما كانش بيرد عليها لحد ما زعلت، وبعدها راح يحيى يعني يقعد مع أبوه شوية، واللي بسبب أعراض الزهايمر قال يحيى إن هو يقوم يساعد أمه في شغل المطبخ لأنها واقفة فيه من ساعة ما هو جه من المدرسة، لكن يحيى بيكون بيعامل أبوه بطريقة خشنة وقال له أنا مش هقوم أساعدها وهقعد ألعب براحتي، وبيكون مش مقدر تعب أبوه ولا حتى الطريقة الصح اللي المفروض يعامله بيها رغم إن هو دكتور. ولما وصل تاني يوم الصبح يحيى وتامبي كانوا بيتكلموا عن مشاكل يحيى في الفترة الحالية، خصوصا خوفه من الفشل والخسارة بتاعت بنته، فقال له تامبي طالما وافقت تدخل التحدي يبقى ترمي كل حاجة ورا ظهرك وتركز على هدفك وبس، فاهم يا يحيى؟ ولما تحققه هتلاقي كل المشاكل بتتحل لوحدها. وقبل ما يبدأ التمرين شاف رسائل عالية كده وبعت لها يعني ان هو مش هيعرف يرد عليها وان الفترة دي في كذا موقف صعب ولما يخلص هيكلمها. وبعد كده بدأ في التدريبات المكثفة من ضغط وعقلة وجري وتكنيكات الملاكمة، وكان في كذا مدرب عند شبكة بيساعدوه، وقعد تامبي كده مع واحد منهم وقال له ان الشبكة كان معاه واحد اسمه رفيق القاضي اللي يعتبر من اشهر الملاكمين في مصر، لكن فجأة سابوا بعض وراح لوكيل تاني اسمه وليد الصقر واللي من يومها بيحاول يخطف اي لعيب بيحاول شبكة يتفق معاه، فسألهم والناس يعني بتسيب شبكة وتمشي ليه؟ فقالوا له انه ساعات بيجي عليه فترة ويهلكهم في الماتشات الشعبية لحد ما يتعبوا ويجيبوا اخرهم ويسيبهم، فسألهم تاني امال انتم مكملين معاه ليه؟ فقالوا على الاقل هو بيدفع لهم فلوس كويسة الفترة دي عشان كنا مكملين معاه. وبعد كده بنروح ليحيى اللي بيقابل نهى في بيته عشان بنتهم وتفضل تلومه ان هو ما ظبطش البيت يعني زي ما كان متفق معاها، فقالها ان فريده محتاجه الاساسيات بس وان اهم حاجه ليها تقضي وقت مع ابوها، فقالت له هو فين ابوها من زمان وانت كنت رامي عليا الحمل كله، وفجاه تليفونها بيرن كده فبتسحبه بسرعه من قدامه فبيبدا يقول لها انت دخلتي على مواقع التعارف وده من امتى؟ من واحنا مع بعض ولا لما سيبنا بعض؟ وبدا يكرر الكلمه دي اكتر من مره، من واحنا مع بعض ولا لما سيبنا بعض، فبدات تتنرفز ان هو بيشك في اخلاقها، وقالت له ان هو لو يعرفها كويس مش هيقول لها الكلام ده. وبعدين دخلوا في موضوع ان هو هيرجع يلعب تاني ملاكمه، فقال لها ان هو يرجع يلعب وده قراره، فقالت له انت ما بقتش حتى عارف تحترم سنك وانك عديت ال 40 سنه ولسه عاوز تلعب لعبه المراهقين الهامك دي، فقال لها ان هو بيحب اللعبه دي وهيفضل يلعبها ومش فارق معاه كلام حد. وبعد كل الخناقه دي بتكون فريده بنتهم شايفة كل حاجة لكن مش سامعة حاجة من الأوضة التانية،
وتاني يوم لما راح عشان يوصلها المدرسة قال لها قبل ما تنزل إن هو رجع يلعب تاني، لكنها ما ردتش عليه، ففكر يعني إنها مش سامعاه بسبب الهيدفون يعني، لكنها قالت له سامعة، لكن برضه ما ردتش عليه وسابته ونزلت، بتعامله بنفس الطريقة الخشنة اللي كان هو بيعامل بيها أبوه المرة اللي فاتت. وبعدها بيكون شبكة بيتكلم عن واحد اسمه جيسون روجن، واللي بيكون واحد من اللجنة المنظمة اللي هتختار الملاكمين في البطولة، وكان عاوز يعني يشوفه ويشوف شجيعه وهو بيلعب. وبيروح شبكة كده لواحد واقف أمن على كازينو مشهور اسمه شوقي، وقال له أنا عاوزك في مصلحة، وعرض عليه فلوس مقابل إن هو يخسر قدام شجيع، لكنه كان رافض في الأول بسبب إن هو كان بطل الجمهورية، لكن اضطر يوافق يعني بسبب الفلوس. وبعد كده راح لتامبي وقال له على اتفاقه مع جيسون روجن، لكن تامبي مرضيش إن يحيى يلعب دلوقتي وإنه لسه مش جاهز، وبدأوا يتخانوا لأن جيسون روجن مش قليل يعني، وإنها فرصة عمرهم وفرصة كويسة. وهنا اتدخل يحيى وقال لهم ممكن تسمعوني، أنا جاهز وهلعب. لكن في اليوم اللي هيلعبوا سوا بيدخل كده تامبي على يحيى بيلاقيه واقع على الارض ومش قادر ياخد نفسه، ولما حاول تامبي يعرف منه ايه اللي حصل فقال له ان هو شاف سند، وحاول تامبي يهديه واداله الحقنه بتاعته اللي في الشنطه. وبنروح للشبكه اللي وليد الصقر بيجي له معاه شوقي، وقال له مش عيب يعني تجهز لماتش فيك من غير ما تقول لي، وعرفه ان شوقي مضى معاه امبارح، فقال له اشبع بيه. وبنرجع ليحيى اللي بيكون بدأ يتحسن، وكان تامبي عاوز يروح يلغي الماتش، لكن يحيى أصر إن هو يلعب وقام لبس كده وراح الحلبة، وكان متحمس إن هو ممكن يكسب يعني، لكن ما كانش عارف إن شوقي بطل الجمهورية ومش هيسيبه يكسب بسهولة. وفعلا الماتش كان يعتبر من جانب واحد، وشوقي فضل إن هو يضربه لحد ما وقعه على الأرض، وبعدها خلاه يستسلم. وبعدها بكام يوم بيروح له تامبي البيت وبيفضل يكلمه ان الشقة فيها شبه منه لانها مليانة ولا فاضية ولا منها متروقة ولا مكركبة. وبعد كده قعدوا ياكلوا لحد ما دخلت عليهم فريدة، ودخلت سلمت عليهم كده وكانت عاوزة تمشي، لكن تامبي زعق لها وقال لها عيب لما يبقى في ضيوف وتسيبيهم وتمشي، وفضل يتكلم معاها لحد ما خلاها تقعد تاكل معاهم، وده اللي عجب يحيى جدا، خصوصا كمان انها خلت تامبي يطفي السيجارة اللي كان بيشربها. ولما بيخلصوا أكل وبينزل تامبي كده يقعد على القهوة، بيجيله شبكة وبيقول له أنت كان عندك حق، وإن يحيى فعلا ما كانش جاهز، فقال له تامبي اللي حصل حصل وكده كده يحيى خرج من البطولة، لكن شبكة قال له إن عنده حل يرجع بيه يحيى للبطولة، فسأله تامبي إزاي، والخواجة شافه وهو بيخسر، لكن شبكة كان مصمم وقال له إن هو أنا هتصرف. وبعدها بيروح يحيى العالية، وأول ما بتشوفه بتقول له تاني يا زكي، أقصد تاني يا يحيى جاي لي مضروب، وهو ما قالهاش على موضوع الملاكمة، فكتب عليها يعني وقال لها إن هو وقع من على السلم، فقالت له أنا عارفة إنك بتكذب لكن هعديها لك، واتمشوا مع بعض وبدأوا يتكلموا عن بناتهم، وقالت عليا إنها بتحاول تتعلم إنجليزي عشان تعرف تساعد بنتها في المذاكرة يعني، وإنها عايشة وبتعمل كل حاجة في حياتها عشان ما تخليهاش تطلع شبهها. أما يحيى قال إن هو عاوز يشوف بنته مبسوطة ويقدر يقدم لها كل اللي ممكن تحتاجه في حياتها. وبعد كده راحوا ياكلوا آيس كريم وبدأوا يتمشوا في الشوارع ووسط البلد لحد الصبح، ولما بيروحوا بتكون عالية مبسوطة جدا لدرجة انها تفضل تحكي لأصحابها عن الخروجة. اما يحيى بيروح عشان ياخد بنته ويروحوا كده يشتروا طلبات، ولما بتكون راكبة مع العربية بيقول لها ان هو عاوز يسمع نفس الاغاني اللي هي بتسمعها يعني، وخلاها توصل التليفون بالكاسيت، وسألته انت ليه رجعت تلعب تاني، فقال لها بسبب وعد وعدته لحد عزيز عليا جدا زمان، فسألته مش خايف تخسر، قال لها انه طبعا خايف بس لازم يكمل. وبعد كده بيروحوا يزوروا ابوه اللي كان مفكر ان في زلزال وعاوز يخرج من البيت، وفي نفس الوقت الدخول يحيى وبنته، حاول يحيى كده ان يهديه وقال له انا ابنك، لكن ابوه ضربه بالقلم حتة قلم، ففضل يحيى وراه لحد ما هداه وبدأ يغني له اغاني ام كلثوم لحد ما دخله ينام في اوضته. ولما مشي من عنده سألته فريدة كده وكانت خايفة إذا كان أبوه متعود يضربه، فقال لها ما هو لسه ضربني قدامك، وقال لها إن هو بيحاول على قد ما يقدر ما يبقاش شبهه. وبعدها بيروح شبكة للحكم الأجنبي وقدر يقنعه إن هو يرجع يحيى تاني البطولة، هو فعلا رجع لهم ومعاه الدعوة بتاعت يحيى يعني، ودخلوا كلهم سوا. أول حاجة في تسجيل البيانات كانت سنه، لأن المسؤولة عن التسجيلات استغربت جدا وسلمته ورقة يمضي عليها إن المؤسسة مش مسؤولة عن أي إصابات ممكن تحصل له في البطولة. وهنا بدأ تامبي كده ان هو يقلق، وخد يحيى على جنبه وقال له بلاش يا يحيى، لكن يحيى كان متضايق وقال له انا عاوزك تشجعني مش جايبك تحبطني يعني،
وشدوا مع بعض وتم بيسابه ومشي كده. فيحيى مضى الورقة وسلمها وشبكة قال له يلا يلا عشان ورانا مؤتمر صحفي كبير. وهناك بدأ رفيق القاضي يسمع الأسئلة من الصحفيين وقال لهم إن هو ساب شبكة لأنه كان بيشهره على الفاضي، والفترة اللي قضاها معاه هتكون أفضل فترة في مسيرة شبكة. وفضل يقلل منه جامد، ولما سألوه عن رأيه في يحيى قال لهم إن اللي بيموت مش بيصحى تاني. ولما جت الأسئلة ليحيى سألوه ليه رجعت بعد الفترة دي كلها، وإذا كان شاف نفسه يعني هيكون عنده فرصة للفوز، فقالهم إن هو رجع عشان بيحب اللعبة، أما عن الفوز ففي أكبر منه وحققوا نجاحات كبيرة في اللعبة وفي بطولات أكبر من دي كمان. ولما خلص المؤتمر الصحفي حس يحيى إن هو دايخ لدرجة إنه ما كانش عارف هو فين بالظبط، وسأل آخر سؤال أنا فين؟ وبس كده بنكون خلصنا، وأشوفكم بقى.